الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية خلال زيارته للقاهرة التي تستغرق عدة أيام لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. قصف جوي واشتباكات بين المعارضة السورية وعناصر داعش بمشرق الغربي، ومعارك بين الجيش السوري ومسلح المعارضة بغوطة في دمشق الشرقية. بعد فترة الصمت الانتخابي في فرنسا قبل يوم من انتخابات الرئاسة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. لكم مشاهدينا الكرام في مستهل بانوراما الرابعة عصرا من قناة النيل للأخبار بالقاهرة. تفاصيل الأخبار. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا خلال زيارته للقاهرة والتي تستغرق عدة أيام. وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى بالسلامين الوطنيين لكلتا البلدين، واستعرض الرئيسان حرس الشرف الذي اصطف بتحية كبيرة. ومن المنتظر أن يبحث الرئيسان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومناقشة التبادل التجاري بين البلدين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على عمق العلاقة الوثيقة التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، مشيدا بمواقف السلطان قابوس الداعمة لمصر وإرادة شعبها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير سلطنة عمان بالقاهرة. وأشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع عمان في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية الإعداد الجيد للجولة القادمة للجنة المشتركة المصرية العمانية المقرر عقدها في مسقط خلال العام الجاري. من جانبه أعرب الوزير العماني عن حرص بلاده على التعاشر والتنسيق الدوري مع مصر بشأن مختلف التطورات الإقليمية. وتم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين فضلا عن تطورات القضايا الإقليمية المختلفة. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأحد إلى المملكة العربية السعودية استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية سعودية تتناول تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور، كيف ترى هذه الزيارة الهامة التي سيقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية؟ طبعا بعد التحية زيارة هامة جدا، أعتقد أنها تأتي لتطرح أكثر من منظور فيما يتعلق أولا بالعلاقات المصرية السعودية أو فيما يتعلق بالتعاون العربي المشترك في الأجانب. يعني إذا نظرنا إليها وهي تأتي طبعا بعد فترة وجيزة من القمة العربية التي شهدت تصاعد مصري سعودي على المستوى الرئاسي، أعتقد أنها أيضا تأتي بعد الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وموضوع مكافحة الإرهاب الذي تروح بقوة وتروح أيضا تدشين ما يطلق عليه قوة عربية أو مجموعة عربية فعالة في موضوع مكافحة الإرهاب تكون المرتكز فيها هي مصر والمملكة العربية السعودية. أعتقد ملفات عديدة ستطرح خلال القمة المصرية السعودية. مصر والسعودية هما ركيزة الأمن القومي العربي، لا يمكن لأي دولة منهم أن تتخلى عن الأخرى، وبالتالي طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار أيام الدعم الثنائي أو تفاعل العلاقات الثنائية بين البلدين. أيضا تأتي كما أشرت حضرتك في التقرير إلى موضوع مكافحة الإرهاب وأن يكون هناك رؤية متكاملة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق على الجانب المصري وعلى الجانب السعودي. أيضا طبعا ستأتي الزيارة في إطار مباحثات القضية العربية مثل القضية السورية والقضية الليبية وقضية الأمن. نعم، إذن هي تحديات وملفات إقليمية عديدة من المتوقع بحثها في الغد. أشكر جزيل الشكر الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات.
نحف وزير الخارجية سامح شكري مع نظير الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي عدة موضوعات تتعلق بالملفات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وخلال الاتصال رحب شكري ولافروف بتحديد موعد انعقاد اجتماع آليات 2+2 والتي تضم وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين، والتي تم الاتفاق على عقدها في القاهرة في نهاية شهر مايو القادم. كما بحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الأوضاع في سوريا وليبيا وعدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والتي تهم البلدين. تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 35 لتحرير سيناء، تقرر فتح المتاحف والمظاهرات العسكرية لاستقبال الجمهور مجانا في الفترة من 23 وحتى 27 من أبريل الجاري، وذلك بكل من بانوراما حرب أكتوبر ومتحف العالمين العسكري ومتحف بورسعيد الحربية. يأتي ذلك حرصا من القوات المسلحة على نشر الوعي وثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته. يشهد كوبري 6 أكتوبر حالة من الزحام المروري للمتجه من التحرير إلى مدينة نصر كما هو الحال للمتجه من مدينة نصر إلى التحرير، ويشهد الاتجاه من المهندسين إلى التحرير سيولة مرورية، كما يشهد الاتجاه من التحرير إلى المهندسين السيولة المرورية نفسها، ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية بكافة الطرق والمحاور باستثناء المتجه من التجمع إلى طريق السويس حيث يشهد هذا الاتجاه حالة من الاختناق المروري، بينما يشهد الاتجاه من طريق السويس إلى التجمع حالة من الشلل المروري التام. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير المروري أحمد هشام. ست اللواء أحمد هشام، هل لك أن تطلعنا على أهم التحويلات المرورية التي تمت اليوم لمحاولة التخفيف على المواطنين؟ وبالفعل اليوم الساعة 8:30 صباحا تحديدا حصل كسر ماسورة مياه أمام الباب الرئيسي لأكاديمية الشرطة المطلة على الطريق الدائري، كان ليها تأثير مباشر على الحركة المرورية نظرا لارتفاع منسوب المياه اتجاه نافق ماجد القطيب اللي هو اللي يعتبر نافق أكاديمية الشرطة. إذا قامت الإدارة العامة للمرور بإجراء التحويلات المرورية على النحو التالي: القادم من القاهرة الجديدة والمعادي ومسطح مخبر الجولف يسلك الباب لمحور 90، اما القادم من شارع 90 ومخرج دوران داون تاون يسلك الباب لمحور المشير طنطاوي، اما القادم من مناطق التجمع والدائري 3 باتجاه كايو بيسلم يسلك المحور الجنوبي لمحور طه حسين. حاليا توجد خدمات مرورية مكثفة بنفس المواقع ومساعدات فنية وعلامات إرشادية وذلك لإرشاد السادة المواطنين. يوجد حاليا عدد 26 سيارة شفط مياه بتقوم بشفط المياه حاليا وذلك لسحب المياه من الطريق العام ومحاولة تسهيل الحركة المرورية. خدمات المرورية موجودة مكثفة من قبل الإدارة العامة للمرور تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى خدمات المعاونة من الإدارة العامة للمرور القاهرة وكذلك بالنسبة للأمن العام، وذلك لسرعة إنهاء هذه الكثافات والتعامل معها بالوجه الذي يؤدي إلى تسهيل الحركة المرورية. كذلك بنصح السادة المواطنين التعاون مع رجال المرور بالنسبة للتحذيرات والعلامات الإرشادية حتى يمكن تسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناقات المرورية التي ما زالت مستمرة من الساعة 8:30 صباحا وحتى الآن وما زالت مستمرة حتى الآن، لكن إن شاء الله خلال الدقائق القليلة القادمة هيحصل انفراجة مرورية بالنسبة للكسرات المرورية التي حدثت نتيجة كسر ماسورة المياه. أيضا في كسر ماسورة مياه تم الانتهاء منها كانت موجودة في المسطح الأرضي بالنسبة لمحور النصر القادم من المنصة اتجاه مطلع كوبري 6 أكتوبر، بالفعل تم الانتهاء منها وتم رد، لكن طبعا لم يتم السفلات حتى الآن مما أدى لتباطؤ السيارات. لذلك احنا بننصح السادة المواطنين القادمين الشارع المخيم الدائري اتجاه محور النصر ان هم يسلكوا طريق
الاوتوستراد او طريق محور سلاح سالم وعدم الدخول الى محور النصر من شارع المخيم الجانب، بالاضافه الى اعمال انشاء محور كوبري فنجان الجديد بنفس الموقع. فدي كل هذا وذاك عامل نوع من التسليم بنفس الموقع، وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. سيادة اللواء احمد هشام الخبير المروري اشكرك شكرا جزيلا. تسعة أشخاص على الأقل جراء قصف جوي واشتباكات بين قوات المعارضة السورية المسلحة ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي في ريف الرقة الغربي. يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة دوما إلى قصف مكثف ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري ومسلحي المعارضة في غوطة دمشق الشرقية وسط قصف جوي لمناطق النشابية وحوش الصالحية. قالت الخارجية الروسية في بيان إن اتصالا هاتفيا جرى بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريك تيلرسون. خلال الاتصال أبدى لافروف أسفه خاصة لمعارضة واشنطن اقتراحا روسيا إيرانيا للتحقيق في الهجوم الكيميائي في سوريا مطلع أبريل. ينص الاقتراح بإرسال مفتشين إلى سوريا للتحقيق في معلومات عن استخدام غاز السارم في خان شيخون بسوريا في 4 أبريل الجاري. اتفق لافروف وتيلرسون على البحث مجددا في احتمال فتح تحقيق موضوعي حول هذا الحادث بإشراف المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. كذلك اتفقا على إطلاق مجموعة عمل بأسرع وقت ممكن تكلف بالبحث في كيفية إزالة نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية. طلب الرئيس السوري بشار الأسد الأمم المتحدة بإرسال وفد من الخبراء للتحقيق في هجوم خان شيخون الذي اتهم جماعات المعارضة بشنه. واتهم الرئيس السوري خلال مقابلة تلفزيونية كل من الولايات المتحدة والدول الغربية بالحيلولة دون إرسال وفد أممي لسوريا، معللا ذلك بأن أي وفد أممي سينتهي إلى نفي الادعاءات الأمريكية التي تتهم الجيش السوري بتنفيذ الهجوم. لقد بعثنا برسالة رسمية للأمم المتحدة، طلبنا منهم فيها إرسال وفد للتحقيق فيما حدث في خان شيخون. بالطبع حتى هذه اللحظة لم يرسل الوفد، والغرب والولايات المتحدة منعوا مجيء أي وفد، لأنهم إذا جاءوا سيكتشفون أن كل ما تردد عما حدث في خان شيخون والهجوم الذي تلاه على مطار الشعيرات كان محض كذب، لذلك لم يرسل الوفد. قال مبعوث الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إلى سوريا باولو سيرجينيو إن قتل الهجوم على مدينة أدلب الذي وقع في 4 من الشهر الجاري لم يلقوا حتفهم جراء استخدام أسلحة كيميائية. وأضاف باولو أن مهمة التحقيق الأممية في الهجوم أفادت بأن الضحايا قد سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تقليدية خلال الغارات التي تعرضت لها المدينة، وأشار إلى أنه رغم فقد بعض الجماعات الإرهابية لمناطق كانت قد استولت عليها تسعى جماعات مسلحة أخرى للاستيلاء على أراضي جديدة، وهو ما يؤجج الصراع في الأراضي السورية ويعرض حياة المدنيين للخطر. تتواصل حركة نزوح السكان من الجانب الغربي لمدينة الموصل مع استمرار العمليات العسكرية التي تقودها القوات العراقية لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق من تنظيم داعش الإرهابي. في غضون ذلك أعلنت القوات العراقية استعادة السيطرة على مناطق جديدة في الجانب الغربي لمدينة الموصل، بينها حي الصحة الخاضع لسيطرة تنظيم داعش وحي التنك الذي يعد من أكبر أحياء الساحل الأيمن وأبرز معاخر التنظيم في الموصل.
بعد أن دخلت معركة استعادة موصل شهرها السابع، ما زالت القوات العراقية والقوات المتحالفة معها تواصل تقدمها باتجاه الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش في الجانب الغربي من المدينة. جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أعلن أن قواته تمكنت من تحرير حي الصحة الخاضع لسيطرة داعش غربي موصل. وذكر الجهاز أن الوصول لحي الصحة حقق تماسا مع قوات الشرطة الاتحادية والتي تقاتل في جنوب المدينة القديمة، مشيرا إلى سيطرة قواته على حي التانك بالكامل والذي يعد من أكبر أحياء الساحل الأيمن وأبرز معاقل التنظيم في الموصل. وتم تطوير المطلوع أيضا من هذه اللزقة، وعملية القتل لا زالت مستمرة بكل تدمير شكل مفخخ وعجلة مفخخة من قبل طائرات التحالف، وكذلك تم تدمير بعض المطارس من قبل قطاعات نقضية. عملية التطوير لا زالت مستمرة، تم السيطرة على أجزاء واسعة من الحي وكذلك الإشراف على المنطقة الصحية. وفي سياق متصل، أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي محاولة للتسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى قرية الشيخ علي في مكحول شمالي محافظة صلاح الدين. وكانت القوات العراقية قد استعادت السيطرة على مناطق جديدة في الجانب الغربي لمدينة الموصل، وضيقت بذلك الخناق على معقل عناصر داعش المتحصنين في المدينة القديمة بحسب قادة عسكريين. وبذلك يكون تنظيم داعش قد فقد أكثر من نصف الأراضي التي سيطر عليها يوما في العراق، ويخوض معركة شرسة الآن للدفاع عن مجموعة من الأحياء غربي الموصل بعد بسط القوات العراقية في يناير الماضي سيطرتها على شرقي الموصل بالكامل. وتخوض القوات العراقية منذ أسابيع عدة معارك دورية حول المدينة القديمة في الموصل، إلا أنها تواجه مقاومة شديدة تبطئ تقدمها بعد أن تحولت المعركة إلى حرب شوارع، نظرا لأن المدينة القديمة تضم شوارع ضيقة ومباني متلاصقة لا يمكن للآليات العسكرية المرور عبرها. يذكر أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على مدينة الحويجة التي تبعد 180 كيلومترا جنوب شرقي الموصل وتل عفار الواقع غربي الموصل، كما يسيطر على مناطق نائية في محافظة الأنبار. أفادت مصادر محلية يمنية باعتقال ميليشيا الحوثي وصالح 50 شخصا من سكان منطقة نزا الواقع غرب محافظة تعز. وقامت الميليشيا بحملة اعتقالات واسعة في صفوف سكان منطقة نزا بتهمة مساندة قوات الجيش الوطني اليمني خلال حملته العسكرية بمحيط معسكر خالد بن الوليد، وتم اقتيادهم لمنطقة مجهولة. وكانت مقاتلات التحالف العربي قد قصفت أمس مناطق لتجمع ميليشيا الحوثي وصالح غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 16 حوثيا وإصابة العشرات وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم. أصيب طفل فلسطيني برصاص مسلطن في منطقة كرمة في الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر طبية إن طفل يوسف وائل الذي يبلغ من العمر 6 أعوام أصيب برصاصة في بطنه، تم نقله إلى المستشفى ووضعه الصحي مستقر الآن. بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرشحين 11 في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تنطلق الجولة الأولى منها غدا الأحد. يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للجمهورية الفرنسية الخامسة بنظام الاقتراع العام والمباشر. تتجه أنظار العالم الأحد نحو فرنسا، حيث تنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لاختيار الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة التي نشأت عام 1958 مع تنادي الدستور الحالي للبلاد. ويصوت نحو 47 مليون ناخب فرنسي في 67 ألف مركز اقتراع وسط إجراءات أمنية لم تشهدها فرنسا من قبل،
وفي ظل حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد عقب هجمات نوفمبر الإرهابية عام 2015، يتنافس على منصب الرئيس 11 مرشحا، لعل أبرزهم مارين لو بان عن حزب الجبهة الوطنية الممثل لليمين المتطرف، وفرانسوا فيون عن حزب الجمهوريين، وإيمانويل ماكرون عن حركة إلى الأمام التي تمثل الوسط، وجان لوك ميلانشون عن حركة فرنسا الأبية الممثلة لليسار المتطرف. وفي حال عدم فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة، أي أكثر من 50% من الأصوات، فسوف تجرى جولة ثانية في 7 مايو عام 2017 بين المرشحين اللذين حصدا أعلى نسبة أصوات. وتستبعد استطلاعات الرأي أن يفوز أي مرشح من الجولة الأولى، ومن المتوقع أن ينافس فرانسوا فيون أو إيمانويل ماكرون مرشحة أقصى اليمين مارين لو بان في الجولة الثانية. Si le président qui est élu, la présidente qui est élue, إذا لم يدعم الرئيس القادم للاتحاد الأوروبي، فقد تعادي فرنسا ألمانيا، ولست متأكد من احتمال فوز فرنسا من هذا النوع من العداء، فإنه على الأرجح سيؤدي إلى مصاعب اقتصادية خطيرة لفرنسا. أغلب استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الماضية رجحت فوز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلا أن وقوع عملية الشانزليزيه الإرهابية قبل يومين من الاقتراع، فضلا عن ارتفاع نسبة المترددين التي بلغت نحو ثلث الفرنسيين، ربما تغير موازين القوى لصالح مرشحي اليمين فرانسوا فيون واليمين المتطرف مارين لو بان، إذ أن برنامجيهما يتركزان بصورة رئيسية حول مكافحة التطرف وخاصة تنظيم داعش الإرهابية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية من جامعة باريس. برحب بحضرتك دكتور خطار. أحيانا الأحداث والظروف بتضع نوع من المؤشر لاتجاه هوى الناخب في فرنسا، برأيك كيف ستسير عملية الانتخاب في الغد؟ تحياتي لك وللفريق العام بتشاهدنا. بالطبع انتخاب الغد فرنسا، هذه الدورة الأولى من تأسيس الجمهورية، للمرة الأولى منذ تاريخ الجمهورية الخامسة 1952، تعتبر هذه الدورة الأكثر صعوبة والأكثر غموضا، ولذلك التوقعات ليست المسألة قبل اعتداء الشمزيزية أو بعده، قبل ذلك كانت معقدة، والآن وبغض النظر عن ضعاف الرأي أقول أن هناك 4 مرشحين يتنافسون بشكل محموم على إمكانية التأهيل للدور الثاني، وهم ماكرون لوبان كما مرشح اليمين فرانسوا فيون ومرشح أقصى اليسار السيد جون لوك ميلانشون. إذا تبقى اللعبة مفتوحة، ترتبط بالأمن لكن ترتبط قبل ذلك بالبطالة، بضياع الحلم على الفرنسيين، بتعقيدات تفاصيل فرنسا كما غيرها في دول العالم، وتجعل ايضا المشهد السياسي منقلبا، بدل ان يكون مشهد اصطفاف تقليدي بين اليسار واليمين، توسع نحو المتطرفين في اليمين ونحو اقصى اليسار ايضا. نعم. اذا فيما يخص النسب المتارجحه او الاصوات المتارجحه التي لم تحسم امرها بعد، ربما لمن ستدلي باصواتها، برايك الى من ستتجه اصواتهم، الى اليمين ام اليمين المتطرف ام الوسط؟ يعني هذه المسألة حول من يمتنع عن التصويت أو إذا كان سيعود عن الامتناع عن التصويت أو لمن سيفوت، هذه المسألة إذا غير محسومة. البعض يفكر أن اليمين المتطرف يمكن أن يستفيد، لكن أيضا أقصى اليسار كما الوسط يمكن. هذه مسألة استجابة، أظن في الدورة الأولى سيكون لها الوقع الكبير، ربما في الدورة الثانية. نعم، وليس في الجولة الأولى، لم تحسم برأيك من الجولة الأولى هذه الانتخابات الفرنسية. لم تحسم. نعم. طبعا سيكون هناك جولة ثانية تتبع من ضي المقبل. شكرا جزيلا لكم. دكتور خطار جزيل الشكر. يبدو أن هناك الانشغالات الخاصة به قبل فترة الانتخابات التي تفصلنا عنها ساعات في فرنسا. على أي حال جزيل الشكر دكتور خطار الأستاذ بجامعة باريس.
تشهد أوروبا حدثا ينتظره العالم لأثره البالغ الأهمية على المشهد السياسي في القارة العجوز، إذ تجري فرنسا انتخاباتها الرئاسية لعام 2017 التي من المحتمل أن تغير من بوصلة اتجاه فرنسا. ويجري الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في صناديق الاقتراع غدا الأحد لاختيار الرئيس الجديد 11 للجمهورية الفرنسية بنظام الاقتراع العام والمنشر. تشهد فرنسا انتخابات رئاسية تكتسب منافسة غير مسبوقة منذ عقود، كما تصفقت باهتمام دوليا مع صعود التيار الشعبوي والمكاسب التي حققها في الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء. فضلا عن ذلك، ربما تحدد تلك الانتخابات مستقبل فرنسا وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو. تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية بواسطة الاقتراع العام المباشر لولاية تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجرى وفق نظام الأغلبية الفردي على دولتين. يتم إجراء جولة أولى للانتخابات، وللفوز بمنصب رئيس الجمهورية يجب على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة أو ما يزيد عن 50% من أصوات الناخبين. وفي حالة عدم فوز أي مرشح، ينتقل المرشحان الحاصلان على أكبر نسبة من الأصوات للجولة الثانية، والتي يعتبر المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات فيها فائزا بالانتخابات. تنقسم سلطات رئيس الجمهورية إلى نوعين. الأول هي السلطات المتقاسمة التي تستدعي توقيعا مصدقا من جانب الحكومة بعد التشاور معها، مثل مراسيم وقرارات. ولكن في المقابل، الرئيس الفرنسي لديه سلطات لا تستدعي التشاور مع أي جهة، مثل إجراء استفتاء شعبي وحل البرلمان، كما أنه قائد القوات المسلحة والممثل الدبلوماسي الأول للدولة. يتنافس في هذه الانتخابات 11 مرشحا في السباق إلى قصر الإليزي في انتخابات 2017، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسي يمتنع الرئيس الحالي فرانسوا أولاند عن الترشح لفترة رئاسة ثانية. من أبرز المرشحين في السباق الرئاسي الفرنسي نجد مارين لو بان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس أولاند وزعيم حركة إلى الأمام، جان لوك مينوشو مرشح جبهة اليسار، فرانسوا فيو مرشح الأحزاب اليمين والوسط، وأخيرا بنوا أمون مرشح الحزب الاشتراكي. انتقد رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف بشدة التصريحات التي أدلى بها مرشحة رئاسة الجمهورية مارين لو بان وفرانسوا فيو غداة الاعتداء الإرهابي في الشانزليزيه. قال كازنوف في مؤتمر صحفي إن بعض المرشحين اختاروا تجاوزات والانقسام في خطابهما، متهما مارين لو بان على وجه الخصوص بمحاولة استغلال حالة الخوف والحزن في البلاد لأغراض سياسية بحتة. وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه مارين لو بان صوت ضد كل القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأنه منذ 5 سنوات يعترض على كافة إجراءات الحكومة دون تقديم أي اقتراحات تتسم بالجدية أو المصداقية. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم وفيها بعض الفاصل. طالبان ترتكب مجزرة في قاعدة للجيش الأفغاني تودي بحياة أكثر من 140 جندية. الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية خلال زيارته للقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
قصف جوي واشتباكات بين المعارضة السورية وعناصر داعش بريف الرقة الغربي، ومعارك بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة بغوطة دمشق الشرقية. بدء فترة الصمت الانتخابية في فرنسا قبل يوم من انتخابات الرئاسة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. الآن إلى وقفاتنا ضمن بانوراما النيل النشرة الاقتصادية. أخبار الاقتصاد مع حسام عاطف. إليك يا حسام. شكرا لك يا إبراهيم. شكرا لك دكتور علي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. البنك الأوروبي يتعهد خلال لقاء سحر مصر مع مسؤوليه بدعم قطاعات الطاقة والبنى الأساسية بمصر. التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع فيل بنت والنائب الاول لرئيس البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. اعرب بنت خلال اللقاء عن التزام البنك زيادة دعمه لقطاعات الطاقة والبنى الاساسية في مصر من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بالاضافة الى ملف تحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص. كما تطرق لقاء نصر وبنت الى قضايا دعم تنافسية القطاع الخاص المصري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات. كما التقت وزيرة الاستثمار بجون رايس نائب رئيس مجموعة جنرال إلكتريك العالمية، وأكدت نصر على دعم الحكومة المصرية لمشروعات الشركة في مصر، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لضمان تيسير وسهولة ممارسة الشركة لعملها داخل السوق المصري. كما بحثت الوزيرة مع كريستالينا جيروجيفا المدير الإداري العام للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بحثات تعاون في مجال الحوكمة، وأشارت إلى تطلع الحكومة إلى الاستفادة من خبرة البنك الدولي في هذا المجال. كما شاركت سحر نصر في مائدة مستديرة حول عدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أوضحت الوزيرة أن مصر تقوم بوعود كبيرة لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في عدة مجالات من خلال تبني الحكومة المصرية لسياسات تستهدف تمكين الشباب والمرأة من أجل تضييق الفجوة بين الجنسين، بالإضافة إلى مكافحة العنف ضد المرأة. وعقب ذلك شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مائدة مستديرة أخرى مع عدد من وزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول التعليم. ننتقل إلى الاقتصاد الأوروبي، حيث أكد وزير المالية الألماني فولفاند شوبليه إن الانتخابات الرئاسية بفرنسا والتي ستجرى جولتها الأولى في مطلع الأسبوع الجاري تمثل خطرا على الاقتصاد العالمي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى اقتراب زعيمة الجبهة الوطنية ماري لوبان ومرشح أقصى اليسار جين لوك ميلينشون من كرسي السلطة، وهما اللذان يسعيان لإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وأكد شوبليه إنه يتوق إلى أن يتوصل قادة مجموعة الـ20 إلى حل غير تصادمي لقضايا التجارة عندما يجتمعون في هامبورغ صيف هذا العام. وما زلنا مع الاقتصاد الاوروبي، حيث اظهرت بيانات البنك المركزي الاوروبي ان فائض ميزان المعاملات الجاريه لمنطقه اليورو ارتفع كثيرا في فبراير بعد هبوطه لادنى مستوى له في عام الشهر السابق عليه، وزاد فائض ميزان المعاملات الجاريه ليصل الى 27.9 مليار يورو في فبراير من 3.1 مليار يورو في يناير السابق عليه. وعلى مدى 12 شهرا زاد فائض منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 3.4 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.2% قبل عام على هذا التقرير. خلال زيارته إلى جاكرتا أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اتفاقات حجمها 10 مليارات دولار بين شركات أمريكية وإندونيسية تشمل 11 صفقة تم توقيعها في مجالات مختلفة.
وبهذا يكون بنس سعيا بذلك إلى فرص أوسع في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. كما سعى بنس خلال تلك الزيارة إلى مساعدة الشركات الأمريكية التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في إندونيسيا، إحدى الدول التي تستهدفها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرا لفائضها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى الاقتصاد البريطاني، حيث أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أكبر تراجع فصلي في 7 أعوام خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، الأمر الذي فرض المزيد من الضغوط على المستهلكين البريطانيين. كشف مكتب الإحصاءات الوطنية عن أن أحجام مبيعات التجزئة انكمشت 1.4% في الربع الأول بعدما ارتفعت 8.1% في 3 أشهر الأخيرة من عام 2016. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص تمديد الاتفاق العالمي على خفض الانتاج إلى النصف الثاني من العام، لكنه سيتم مناقشة الأمر مع أوبك في 24 من مايو القادم. وأضاف الوزير أن تخفيضات إنتاج النفط الروسي بلغت 250 ألف برميل يوميا وستصل إلى المستوى المستهدف البالغ 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية إبريل الجاري. كما أكد وزير الطاقة الروسي أن سوق النفط تتحسن في ظل تخفيضات إنتاج أوبك وبعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة ومن بينها بلاده، مما يقلص فائض المعروض في السوق العالمية. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انهينا وقفتنا الاقتصاديه وعوده جديده الى اخبار السياسه مع هبه حسين وعلي مبارك، تفضل. اشكرك حسام. اعلنت وزاره الدفاع الافغانيه مقتل 140 جنديا في الهجوم الذي نفذه عناصر من طالبان امس على قاعده عسكريه قرب مدينه مزار الشريف في شمال افغانستان. وأشار مصدر عسكري أمريكي أن تدخل القوات الخاصه الافغانيه هو الذي وضع حدا لتلك المجزره على حد وصفه. في هجوم وصف بأنه الأكثر دموية بأفغانستان، لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم، بينما أصيب عشرات آخرون معظمهم من المجندين الشباب إثر هجوم على قاعدة عسكرية في مزار شريف شمالي أفغانستان وفق حصيلة رسمية للجيش الأفغاني. وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أن متمردي طالبان شنوا هجوما منسقا على القاعدة العسكرية، حيث كان غالبية الجنود المتجمعين لأداء الصلاة، مما أوقع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى بين صفوف القوات المسلحة الأفغانية. الوزارة أشارت أيضا إلى أن الحصيلة مرشحة للزيادة، حيث فتحت تحقيقا ستعلن نتائجه حال انتهائه. وأفاد ضابط من داخل القاعدة المستهدفة بأن الضحايا من المجندين الذين جاءوا ليتدربوا قادمين من ولايتي بدخشان وتخار بشمال شرقي البلاد. قال لي الأطباء والقوات الأمنية إنهم شاهدوا أكثر من 150 قتيلا وأكثر من 70 جريحا في الهجوم. ولم تورد وزارة الدفاع أي تفاصيل حول وقائع الهجوم، بعدما أفادت في وقت سابق أنه من أصل 10 مهاجمين قام 2 بتفجير نفسيهما وقتلت القوات المسلحة 7 وأوقفت 1. وأشار شهود العيان إلى أن الهجوم كان داخل القاعدة العسكرية ولم يتثنى لهم معرفة الكثير عن هذا الهجوم. سمعت ذوي إطلاق نار من القاعدة العسكرية، لقد كنت في محل عندما أتى الجنود وبدأت الطائرات المروحية في التحليق فوق المكان، ولم يتسنى لنا معرفة أي معلومات من داخل القاعدة بالتحديد. وكان متحدث باسم الجيش الأمريكي طلب عدم كشف اسمه، كان قد أعلن أن المهاجمين قدموا في سيارات للجيش الأفغاني وكانوا يرتدون بدلات عسكرية وقت الصلاة في مسجد القاعدة العسكرية، ما يعني أن الجنود لم يكونوا يحملون أسلحتهم، مشيرا إلى أن تدخل القوات الخاصة الأفغانية هو الذي وضع حدا لتلك المجزرة. قتل 11 شخصا في مواجهات اندلعت بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس، ليرتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال التظاهرات التي بدأت في مطلع الشهر الجاري ضد الرئيس نيكولاس مادورو يرتفع
إلى 20 شخص. هذا وقد دعت المعارضة الفنزويلية إلى مواصلة الاحتجاجات والمسيرات للضغط على الرئيس مادورو وإجباره الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بعد قرار للمحكمة العليا بأنها ستتولى صلاحيات البرلمان، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة انقلاب. دوامة العنف المستمر في فنزويلا منذ 3 أسابيع تزهق مزيدا من الأرواح، فقد أعلنت النيابة العامة مقتل وإصابة نحو 20 شخصا خلال مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين. موجة من الاحتجاجات شهدتها البلاد بعد قرار أصدرته المحكمة العليا في فنزويلا لتتولى صلاحيات البرلمان، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة انقلابية. المعارضة بدورها دعت إلى مواصلة التعبئة حتى إعلان انتخابات مبكرة وإجراء مسيرة صامتة إلى مقر الأسقفيات حول البلاد وتنظيم قطع وطني للطرق الاثنين المقبل. المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين تخللها إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من جهة، والترشق بالحجارة وزجاجات الحارقة من جهة أخرى. من جانبه ندد الاتحاد الأوروبي بأعمال العنف التي تخللت التظاهرات، داعيا إلى التهدئة من أجل وقف تدهور الأوضاع، فيما اعتبرت 9 دول من أمريكا اللاتينية في بيان مشترك أنه من الضروري أن تتخذ السلطات في فنزويلا إجراءات عاجلة لضمان الحقوق الأساسية وحماية السلام الداخلي. وتعتبر الحكومة أن المعارضة تسعى إلى تحريض المواطنين على العنف من أجل إشاعة الفوضى في البلاد، في الوقت الذي يؤكد فيه مادورو على دعم الولايات المتحدة لتلك التظاهرات سعيا لإقصائه. تظاهرات حاشدة تشهدها فنزويلا قامت المعارضة الليبرالية التي تمتلك الأكثرية في البرلمان بتنظيمها للمطالبة برحيل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وريف الثورة البوليفارية التي أطلقها الراحل هوغو تشافيز عام 1999، وذلك بعد أن تراجعت شعبية مادورو إلى أقصى حد في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة.